فاجأني سي أسعد الشرعي اللي كان اعتبروه أخ، لما فاجأني يقول لي واحد الزيارة الربوع الجهة الشرقية من المملكة المغربية، كان شعر بواحد الفخر واحد الاعتزاز على أن السي أسعد الشرعي اللي هو مؤثر عالمي معروف، ومنهم من يصفه بالمعارض الجزائري، ومنهم من يعتبره هامة في الثقافة. احنا بالنسبة لنا السي أسعد الشرعي، أنا النظرة اللي عندي تجاه هذا الشخص الكريم اللي هو نزل ضيف هذا اليوم مدينة وجدة، وحنا نقول له ألف مرحبا، مرحبا بك في بيتك الثاني بالمغرب، وليك هو معروف عالميا على أن من خلال كل شيء العروض اللي كيديرها السي أسعد الشرعي كلها تصب في الحقيقة الوقوف عن كتب على جميع الشرعيات، جميع الشرعيات عبر العالم، والوحوم والعدس والبنصاص يعني أسلوب متدني، يعني كأنه يخاطب مجتمع بهائمي للأسف الشديد. يعني فقط خطاب الرئيس، خطاب الرئيس لشعبه يجعل أي إنسان ولو كن بعيد أنه يمتهن هذا الشعب. بأي لغة يكلمكم؟ يعني يقول لكم أنا شايل حجر اللي يخرج من الصف أنا أضربه. يا أخي قل سلطة القانون، لمحت الميحات هو حجر. لكن أعتقد أنه الرئيس المناسب للشعب المناسب، ونسأل الله السلامة والعافية. بلد يدعي أنه قوة ضاربة ثم يربط قميص بالسيادة. أنا عندما رأيت ذلك الحوار في مطار هواري بومدين يقول هذا أمر سيادة. يا أخي المسألة فيها قميص، فيه خريطة، القميص معترف به من الكاف، أنت ما دخلك في خريطة موزمبيق، خريطة المغرب، ما دام أن الكاف يعترف به خلاص صافي. لكن سبحان الله هم من حسن حظكم أنتم كمغاربة أن خصمكم غبي للأسف، غبي غبي. ولا كان المفترض لو في رجل رشيد يا أخي مشيها وخلصنا، لكن قميص وقف القوة الضاربة على رجل واحدة لمدة 3 أيام وخسروا المباراة وخسروا السمعة وخسروا كل شيء. مسألة أنهم ليسوا طرف، هذا أصبحت الآن مسخرة، هم طرف، بل هو الطرف. إذا رأيت أنت، أختم لك بهذا الكلام، الآن طرحهم عندما يطرحون أنه نحن مراقبين لسنا طرف، هذه نكتة. المراقب الحقيقي هو إبراهيم غالي، إبراهيم غالي هو اللي حاط رجل على رجل كذا وقاعد يراقب، لكن من يحمل هم هذه القضية وجمهورية الصحراء الوهمية هذه هو تبون. لو أنكم تحصون منذ أن جاء تبون إلى هذه اللحظة، كم ذكر الصحراء المغربية وكم ذكرها إبراهيم غالي؟ إبراهيم غالي ربما ذكرها مرة أو مرتين على مدى 5 سنوات، لكن من يذكرها في المحافل الدولية ومن يسافر من أجلها وإعلامه من أجلها هو الجزائر. في الجزائر طرف، هذا أمر خلاص. الآن واجهوا المغرب على بأنكم طرف وشوفوا حظكم معهم. الآن عندهم مشكلة في مشكلة القبائل، أيضا عندهم مشكلة القبائل على جمهورية، لا ندري كيف تستدير الأمور، نسأل الله السلام والعافية. تحياتي لكم. أنتم كل ينفق مما عنده، هذا في الأخير صراع حضارات، صراع أخلاق. استقبلتموهم بما أملته عليكم أخلاقكم وبيوتكم وبما تربيتم عليه في بيوتكم وما ربوكم عليه ملوككم. أخلاق ملوك، أخلاق راقية، رغم أنهم تعاملوا معكم قبل أيام بأسلوب همجي متخلف. شباب بركان صلوا الجمعة في البلاط، فتشوا شنطهم كأنهم لصوص، تعاملوا معهم بأسلوب سيء. وأنا عندي أشياء تمت في الفندق عندهم في ركف الجزائر لا نريد ذكرها الآن، مشينة جدا، حاولوا أن يشوهوا شباب المغرب. الجزائر مع من حشركم الله في الجوار، أنت مع ناس مجتمع راقي محترم، خسرتموه فعلا. والله أني أقول لكل جزائر أشغل نتوجه واحد الرسالة بأن بأن أنا هذا دائما أقوله، وأنا والله لست ضدهم هؤلاء الإخوة، ربما أكون شديدا عليهم في بعض الطرحي، لكن فعلا أنتم خسرتوا المجتمع. ماذا خسرتوا؟ المغاربة كسبوا قلوب العالم وكسبوا الصحراء، وأنتم كسبتم 80,000 لاجئ وفقط وسمعة سيئة. يا أخي ولو مرة يوجد في هذا البلد رجل رشيد، وقعدوا مرة يا أخي اعملوا جرد على أساس ربح وخسارة. ماذا ربحت؟ ماذا ربحت أنت من إعداء المغرب؟ أخبرني بفائدة واحدة، لا يوجد. على مدى 70-50 سنة، من 75 إلى هذه اللحظة، ماذا كسبت؟ صفر. لكن المغاربة كسبوا الصحراء، كسبوا شعب راقي، كسبوا محبة العالم كله. لذلك أنا أختم بهذه، أقول للمغاربة
انسوا صراعكم الفكري والأخلاقي مع تلك الجارة.